أنا هذا قرار صائب، هذا في صالح الشعب، لأن هذا محسوب عدوان تركي، هو اللي جاي طامع في أرزاق الشعب الليبي، ثرواته وقوت الشعب الليبي. وهذا قرار صائب طبعا، بأن يتم قفل الحقول لحين زي ما تقول ينسحبوا الأتراك أو يندحروا من القوات المسلحة. وإن شاء الله إن شاء الله نحن ثقتنا في الله ثم في القيادة العامة، القيادة الحكيمة وقيادة سيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر. وهذا هو اللي يشوفوه يعني عامة الناس، إن هي مأيدة القرار أو المبادرة اللي طلع بها القيادة العامة قفل الحقول، هذا اللي يقفلها القبائل اللي طلعت قفلاً، يشوفون فيه إن هذا قوت الشعب، هذا قوت الشعب ما يبوش يفرطوا فيهم. منطق كلام، مش ان جايه القياده هي اللي سكرت. القياده زي ما تقول ايدت قرار القبائل، قرار القبائل الليبيه قفل الحقول لحين توزيع بالتسويه دحر العدو الغزو التركي. لازم يطلعوا هذوم اياه، يطلعوا الموضوع، خلوا الشعب الليبي بعضه، ونحن عارفين بعضنا، نحن الشعب الليبي، وما زلنا نقول نحن مؤيدين طبعا القرار هذه ومبادرة القيادة العامة قفل الحقول لحين شعار آخر نين يتم الموضوع بسلام. نبدأ نحكي، هي الأولى ترحموا على أرواح الشهداء، ومنحيي القائد المشير خليفة بن قاسم حفتر وكل من ضحى من أجل الدولة الليبية، وهذا قرار صائب يعني. ان شاء الله نحن معاهم مش عليهم يعني، هذه ثروات الليبيين ما نبون يمشون بالخارج ولا يستعمرنا اردوغان ولا استعمار يعني سد الطليان وسد قبله وسد قبله، يعني مواضيع واجد سيارات ما فيش جاي نحكوا عليهم. فيعني ايش يعني ان شاء الله الموضوع هذا نحن معاكم مش ضدكم، ونسال الله انه ينصركم وينصركم على الحق ان شاء الله. ونحيي القياده العامه والمشير خليفه بن قاسم حفتر. أول حاجة نحيي الجيش الليبي، وطبعا القرارات اللي ياخذ فيها الجيش قرارات مع الوطن واضحة يعني. المهم نحن اللي قدامنا هي مصلحة ليبيا، ومصلحة ليبيا هي في يد الجيش الليبي. ما نبوش حد يعني يجي من برا يستعمرنا ولا ياخذ ثروات الليبيين ولا يستبيح أموالنا، وإن شاء الله ربي يرحم الشهداء وينصر الجيش الليبي على أعدائنا أردوغان والأتراك وغيره. إن شاء الله ربي ينصر الجيش الليبي إن شاء الله. بالنسبة للقاء إقفال الحقول، هو قرار صائب في مكانه وفي وقته، لأن الشعب الليبي لم يستفيد من ثروات هذا البترول، بل استفادت منه الميليشيات وتركيا في هذا في الوقت الراهن. ونحن مع القياده في اقفال هذا الحقل، الحقول النفطيه، في اقفال الحقول النفطيه، وضد الاحتلال الغزو التركي لثرواتنا واستباحه ليبيا. ونهني القائد العام بشهر بالعيد المبارك، عيد الأضحى، وقواتنا المسلحة على إصرارهم الدفاع عن الوطن وحماية ثرواتنا من النهب والسرقة والذهاب إلى تركيا.